هيدا اللي سي باسي كان ايام العثمانيين كانت تنقلوا ويلي ويلي بدك موافقة المصور هيدا اللي سي باسي للمحامي من درعون كسروان اخذ يتنقل برات كسروان كان شغلته دعاوى وكيل سمع شيء دعاوى وكيل يعني وكيل دعاوى لويل مثل فيزا بس هيروح من ولاية لولاية مش لاقي كثير برات البلد مرور في كل شيء مع التفاصيل طوله وعرضه وعنده عنده بوجه وشو يخبروا كل شيء عن شكل أشكال مع خدمة المتصرف الواصل باشا وصابه